فراخ زي البروستد بس من غير عظم. عايزين 4 صدور فراخ مخلية أو حسب عدد أفراد الأسرة. عايزين علشان نتبل الفراخ عايزين عسل معلقة كبيرة، ماسترد 2 معلقة صغيرين أو كبيرة، لا صغيرة يمكن أحسن، أوكي معلقة كبيرة خلاص، لا دي ولا دي. 2 كبار عصير ليمون، 1 معلقة صغيرة بابريكا، 1 معلقة صغيرة أعشاب إيطالية، 1 معلقة صغيرة بودرة ثوم، 1 معلقة صغيرة بودرة بصل، ملح وفلفل. البيض بقى عايزين 3 بيض، 2 كبار زبادي، وعايزين 1/4 كوباية حليب. للدقيق عايزين 2 كوباية دقيق، مغلف بيكنج باودر او 2 معلقة صغيرين من البيكنج باودر، وعايزين 1 معلقة صغيرة بودرة ثوم، عايزين 1 معلقة صغيرة بودرة بصل، 1 معلقة صغيرة اعشاب ايطالية، ملح وفلفل، وعايزين زيت للقلي. هنجيب دلوقتي بولة، هنحط العسل 1 كبيرة من العسل. العسل هيعادل اللزوعة بتاعة الماسترد، الماسترد والليمون لازعين، فالعسل هو اللي هيوازن في الطعم، وطبعا العسل بيستعمل في أكلات كتير جدا. طيب هنحط دلوقتي الأعشاب الإيطالية، هنحط البابريكا، ويفضل تكون مدخنة، أنا بحب المدخنة أكتر بتدي طعم أحلى. بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح وفلفل، ادي الملح. طيب هنحط برضو شوية ليمون، وكده تبقى التتبيلة عندنا جهزت. اوكي الليمون من هو والزبادي من المطريات الطبيعية للحوم وللفراخ، فاحنا كده لما بنحط الفراخ بتاعتنا في التتبيلة دي احنا كده حطيناها في تتبيلة هتخليها قطرة، يعني هتبقى قطرة لان دول مطريات طبيعية. يعني في ناس طبعا بيستعملوا بصوا في مثلا ناس بيستعملوا حاجات تانية بتطري بتطري لدرجة ان انتوا مثلا ممكن تمسكوا حتة اللحمة تعملوها بس كده تقع من كتر ما هي طرية. طيب خليط البيض يا حبايبي، خليط البيض عبارة عن زبادي، هحط له شوية زبادي، يمكن غريب شوية بس برضو انا يعني هو مش هيأثر على الطعم قد ما هيأثر برضو على الطراوة. هحط شوية حليب، وهنحط شوية ملح وشوية فلفل. اهلا يا حبيبة، ادي كده الخليط بتاع البيض ده عندنا جهز. نروح على خليط الدقيق، بيكنج باودر، حطينا يا حبايبي هنا الدقيق والبيكنج باودر، هنحط الثوم، بودرة الثوم وبودرة البصل، وهنحط شوية ملح، ولو حابين برضو تحطوا شوية مثلا أعشاب إيطالية برضو بنقدر نحط شوية أعشاب إيطالية، نحط كده شوية كده اهو، كده احنا جاهزين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوفوا معايا، أول حاجة هعلي النار شوية عشان أنا موطياها، خليها 7. يلا هناخد دلوقتي الفراخ اللي عندنا، هاخدها هحطها في البيض، اوكي اهي في البيض، من البيض هروح على الدقيق، من الدقيق هرجع تاني للبيض. شايفين يا حبايبي عملنا ايه؟ دقيق مرتين والبيض مرتين، بيض دقيق بيض دقيق. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيخلي الطبقة بتاعتنا مقرمشة كده وسميكة وفي نفس الوقت هشة بسبب البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. بيض دقيق بيض دقيق مرتين، بصوا اهي تغليفة ممتازة. ناخدها بقى نحطها في الزيت،